مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. الدرس الثاني، تركيب وبرمجة قاعدة الروبوت. في هذا الدرس سوف نتعرف على مجالات استخدام الروبوت في الآفاق المستقبلية، التعرف على خطوات تصميم النموذج الأولي للذراع الروبوتية، التعرف على المتطلبات الأساسية لتصميم ذراع روبوتية في عمليات إعادة التدوير. مجالات استخدام الأذرع الروبوتية، درسنا سابقا عدة مجالات، فقد ذكرنا الصناعة والطب ومختبرات الأبحاث، مكافحة الحرائق، التخلص من القنابل، واليوم سوف نتحدث عن المجال السادس وهو الآفاق المستقبلية. الآفاق المستقبلية لها عدة أفرع وأقسام، وهي الروبوتات المتعاونة، وروبوتات الفضاء، الروبوتات الجراحية، وروبوتات الصناعات الغذائية. الروبوتات المتعاونة، تقوم الروبوتات بالأعمال اليدوية مثل رفع الأثقال والأحمال الثقيلة، تتناول البضائع من البشر وتضعها في أماكنها الصحيحة، تقوم بالمهام الشاقة على البشر دون أن تحل محلهم. أما في الفضاء فنجد أن معظم الروبوتات في الفضاء لديها أذرع روبوتية تحاكي اليد البشرية وتقوم بمهام متعددة، فهي تقوم بفحص الصخور وأخذ العينات، فحص العينات وجمعها والتقاط الصور المجهرية، فحص التركيب الأولي والمحتوى المعدني لتربة الكوكب. ومن أشهر الأمثلة على هذه الروبوتات الروبوت كريوسيتي في كوكب المريخ. أما في الجراحة، يستطيع الجراح إجراء عمليات جراحية عن بعد باستخدام الأذرع الروبوتية، إذ تقوم الأذرع الروبوتية بمهام دقيقة ومعقدة، يمكن دمجها بأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي لعمل خزعات دقيقة والقضاء على الأورام السرطانية من خلال العلاج بالأشعة. الأذرع الروبوتية في الصناعات الغذائية، تستخدم الأذرع الروبوتية في حلب المواشي، صناعة منتجات الحليب والألبان. النموذج الأولي للذراع الروبوتية، لإنشاء نموذج أولي فإنه لا بد من المرور بمراحل أربع. المرحلة الأولى إنشاء مخطط الأفكار، المرحلة الثانية تطوير النموذج الافتراضي Virtual Prototype، والمرحلة الثالثة إنشاء النموذج المادي Physical Prototype، والمرحلة الرابعة والأخيرة هي البرمجة والاختبار. إنشاء مخطط الأفكار، تعتبر أبسط وأسرع طريقة لتمثيل الأفكار، إذ يمكن إنشاؤها من خلال الورقة والقلم، توفر الوقت والجهد بدلا من إنشاء النموذج باستخدام برامج رقمية. المرحلة الثانية تطوير النموذج الافتراضي Virtual Prototype، تستخدم هذه المرحلة برامج رقمية للتعرف على شكل النموذج المادي من التصميم. يمكن من خلال هذه المرحلة تمثيل كيفية حركة الروبوت أو الذراع الروبوتية في المكان الذي تستخدم فيه، ويجب الأخذ بعين الاعتبار قدرة الذراع الروبوتية على التحرك لو انتقلت إلى بيئة جديدة. المرحلة الثالثة إنشاء النموذج المادي Physical Prototype، في هذه المرحلة يتم إنشاء النموذج المادي على أرض الواقع. هذه المرحلة تتطلب العديد من النماذج الأولية التي قد تكون مكلفة ماديا وزمنيا، لذلك
ينصح باستخدام مواد منخفضة التكلفة كالخشب والبلاستيك خلال هذه المرحلة. المرحلة الرابعة البرمجة والاختبار. يتم برمجة الروبوت ومراقبة عمل الذراع في البيئة المحيطة. ولزيادة كفاءة عمل الذراع ولتحقيق نسبة ذكاء أعلى نضيف أجهزة استشعار للروبوت. بعد الانتهاء من المراحل الأربع فإننا نحتاج إلى تقييم عمل الذراع الروبوتي، ولتقييمه نطرح الأسئلة التالية: ما مدى جودة التصميم؟ هل المنتج آمن للاستخدام؟ هل كانت التكلفة أكثر من المتوقع؟ هل تم استخدام مواد ملائمة؟ كيف يمكن تحسين التصميم؟ الذراع الروبوتية. في هذه الوحدة سنقوم ببناء ذراع روبوتي خاص بنظام فرز تلقائي في عمليات إعادة التدوير. تقوم هذه الذراع بالتقاط العلب وفقا لمادتها ولونها، ثم تنقلها إلى الموقع المناسب لكي يتم إعادة استخدامها بشكل صحيح. سنستخدم هياكل البيانات مثل القاموس ديكشنري لمطابقة لون العلبة ومادتها ورمزها المحدد لتسجيل جميع إجراءات الروبوت في سجلات داخل ملفات نصية. متطلبات بناء الذراع الروبوتية: ليجو مايندستورم AB3، لغة البرمجة بايثون، 3 محركات، مستشعر اللمس تاتش سنسور، ومستشعر اللون كلر سنسور.